عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ مش عارف يعني هو ايه ده. انا هقول لك بقى، الجهاز اللي انت قاعد عليه ده اسمه جهاز كشف الكذب. ماشي. هو متوصل بكل مخك وبيقرا كل افكارك. ماشي. هتكذب هعرف، وهينور احمر. هتقولي الحقيقه هحبك وهعرف، وهينور ايه؟ اخضر. الله ينور. هنبدا وعايزين نركز. اسمك ايه؟ اسمي آسر. برافو. عندك كم سنه؟ عندي 5. اللي هم كام؟ 5 years يعني 5 سنين. برافو. انت مرتاح ولا قلقان؟ مرتاح. قلقان. تحبي بنات بقى في المدرسه؟ لا. طب وهنا؟ انا خصماني. خصمك؟ يعني انت لو صالحتك هتحبها؟ هي هنا بتحب ادم؟ لا، بس هي بتحب اعرفك. معلش، ممكن تقول ايه دلوقتي لهنا وادم؟ ممكن اقول لهم بشكر. بتشكرهم؟ ايه الاغنيه اللي ممكن تغنيها لهم في اللحظه الضعيفه اللي انت فيها دي؟ الفار والقط. بحب الفار والقط. غني لهم الفار والقط. الفار والقط الاتنين دول دايما مختلفين طول السنه الاربع تسوم اركو فر شمال ويمين. هو ادم رفيع مش كده؟ افتكر ده السبب اللي مخليها تسيبك؟ صغير بس رفيع. وانت؟ انا مش رفيع، انا تخين. اسمها كلبوز. كلبوز دي حاجة حلوة على فكرة. عشان باكل كتير. تاكل كتير ليه؟ عشان ببقى جعان. ايه اكتر حاجة بتحبها في الاكل؟ بحب التورتة. ولا الجاتوه؟ الاتنين مع بعض. بحب الجاتوه والتورتة. انا ايه بقى؟ انتي رفيع. انا رفيع؟ ليه؟ انا ايه؟ قول عادي. ادي. قول. بص. بصي. انتي كلبوزه بس رفيع. تمام. ميرسي. انت بتحب مامتك اكتر ولا باباك؟ بص انا بحب ماما. بتحب ماما اكتر ولا صلاح؟ صلاح بيخوفني، ما بحبوش. انا بحب ماما بس. صلاح بيلبس الوش وبيخوف. في اي اسرار مخبيها عليا؟ انا مخبيها على صلاح. ماما لما بتجيب لي شاورما انا بخبيها. لو ما تخافش وعلي صوتك. انا وانت ايه؟ صحاب. كم اول لما بيجي عندنا صلاح انا بخبي الشاورما، هو يدخل بقى براحته. بتخبيها تحت السرير؟ لا، بخبيها في الشنطه. في الشنطه؟ فدي الحاجه اللي انت مخبيها عليا. وايه تاني؟ قالين الصغيره لما بطلع بحاجه او لعب بتاخدها مني، بتقول لي دي تحت لينا. هي رزله صح؟ لينا دي. فك الحاجات دي وتعالى سلم عليا، عشان انت كسبت في الفقره دي لانك كنت صادق وجميل.